اسعد الله مساءكم اعزائنا المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المساء اليمني وارحب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي مساء الخير استاذ نبيل مساء النور تساءل اليمنيون بغرابه من اين اتى الحوثيون بفكره تفجير المنازل وكيف بالغوا في خصومتهم الى هذا الحد ولكن لو عدنا للوراء قليلا عندما ثار الشه... الشهيد زيد الموشكي على الامام امر الامام بهدم منزله بذمار وعندها ارسل الشهيد المو زيد الموشكي للامام قصيده منها هذه الابيات لله درك فارسا مغوارا طعن السقوف ونازل الاحجار لم يبق في كفيك الا معولا تؤذي به طفلا وتهدم دارا يا من هدمت البيت فوق صغاره شكرا فانت جعلتنا احرارا شلت يداك وعطلت عن كل ما تسدي جميلا او تشيد منارا سنيت في الشعب الخراب فلن ترى من بعد الا ثوره وغبارا يجدد الحوثيون عهد ابائهم وهم يعيدون للذهنيه اليمنيه هذه الصوره السيئه التي لا تعاقب من يكون ضدها فقط وانما تشرد اطفاله وتدمر مستقبلهم وتقول لكل من يفكر ان يقاومهم هذا مصيركم فاياكم بتجاوز الحد شهدت العديد من المحافظات اليمنيه عمليات تفجير واسعه طالت المئات من منازل المناوئين لجماعه الحوثي بالاضافه الى تفجير وتدمير عشرات المدارس والمساجد حيث قالت المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا ان جماعه الحوثي المسلحه انتهجت تفجير منازل المناوئين لها منذ استيلائها على السلطه بقوه السلاح في ايلول سبتمبر 2014. وذكر تقرير للمنظمة اليوم أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أنه تم تفجير ما لا يقل عن 420 منزلاً في كافة محافظات الجمهورية. ما الهدف الحقيقي لهذا الفعل المجرم دولياً؟ ولماذا يتجاهل العالم جرائم الحوثي هذه والتي تعد جرائم ضد الإنسانية؟ وهل من طرق لإيقاف هذا العبث الذي يزداد يوما بعد يوم هذا ما سنتطرق إليه في مسائنا لهذا اليوم مع ضيفي هنا في الأستوديو وكذلك سينضم معنا عبر الهاتف آه الأستاذ فهد الشرفي الناشط السياسي من الرياض ومن هناك أيضا الأستاذ المحامي فيصل المجيدي وكذلك من إب آه الأخ أبو صابر الإبي أحد الذين فجرت الميليشيا منازلهم في السبرة بإب ولكن مشاهدينا الكرام قبل ذلك نذهب لمشاهدة هذا التقرير يطلق الحوثيون صرختهم عقب تفجير كل منزل داعين بالموت لامريكا واسرائيل لكن المنازل التي يتم تفجيرها هي لمواطنين يمنيين كمنزل هذه المراه التي صرخت موجوعه عقب تفجير منزلها ليصبح اثرا بعد عين تفجير وتهجير وإذلال للسكان قبل نسف مساكنهم. هذه هي سياسة الميليشيا الانتقامية التي تمارسها ضد خصومها وكل من يقف بوجهها أو يختلف معها. سلسلة من المنازل المدمرة لا تكاد تحصى منذ الحرب الخامسة التي خاضتها ضد الدولة حينها. من صعدة إلى عمران التي ما إن سيطرت عليها الميليشيا حتى ذهبت لتفجير منازل أعدائها وعلى رأسهم آل الأحمر حيث فجرت الميليشيا في حاشد قرابة أربعين منزلا ومدرسة ومسجد قرى بأكملها تهاوت تحت ضربات ديناميت الميليشيا ففي مديرية أرحب وحدها فجرت الميليشيا منازل قرية الجنادبة وعددها ثمانية عشر منزلا ومثلها ما وقع لقرية خبزة في رداع بمحافظة البيضاء حيث فجرت الميليشيا أكثر من 15 منزلا وأحرقت عشرات المنازل الأخرى وليس بأقل من ذلك مديرية دمت في الضالع التي قامت الميليشيا بمداهمة واقتحام أكثر من 40 منزلا وتفجير 17 منزلا فيها وثمانية آخرين في قرية العريش بمديرية السبرة البيضاء الجوف تعز الضالع عدن لحج وشبوة ومأرب وغيرها الكثير من المحافظات والمدن اليمنية التي دخلتها الميليشيا لتزرع الديناميت في منازلها وتحصد الدمار والسخط والحزن في كل بيت وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية فإن الميليشيا ارتكبت أكثر من 15 ألف انتهاك أبرزها تفجير المنازل والمقار <applause> وتقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن جماعة الحوثي المسلحة انتهجت تفجير منازل المناوئين لها منذ استيلائها على السلطة بقوة السلاح، وتشير الإحصائيات الأولية إلى أنه تم تفجير ما لا يقل عن 420 منزلا في محافظات الجمهورية كافة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء. منظمات حقوقية طالبت في تقاريرها مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية الى وضع حد لمثل هذه الجرائم وتصنيفها ضمن جرائم الحرب وكما يرث الابن من ابيه ملامحه وصفاته فقد ورث الحوثيون من اجدادهم الاماميين سياسه تفجير منازل الخصوم وبث الرعب في اوساط المجتمع اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام واجد الترحيب بك استاذ نبيل بداية استاذ نبيل يعني بالامس فجر الفتيون منازل سبعه مواطنين في السبرا آب كل يومين او ثلاثه بدنا ننترقب كم عدد المنازل التي يتم تفجيرها من قبل هذه الميليشيا ما تعليقك على هذه الجريمه بالذات انا باعتقادي سيكون, جريمة تفجير سيكون من الصعب علينا اننا نلاحق في كل مره تفجير المنازل وتشريد الانتهاكات التي تقوم بها سيكون علينا من الصعب لانه بالاساس يعني يمكن ان يقال انه للاسف نحن جيل ال 50 عاما الماضيه نحن الجيل الذي لم يفهم معنى الامامه نحن الجيل الذي لم يتشرب ويتجرع ويلات وماسي الامامه على امتداد الفتره التي عشناها نحن جيل عشنا بعيدا عن ربما كنا نسمع عن الإمامة من فيما نقرأ أو نسمع من الآباء والأجداد على أنه كان نوعا من الماضي الذي لا يمكن أن يعود لكن من المفارقات الغريبة أنه هذه اللحظة هي عادت لليمنيين باختصار تعريف ماذا تعني الإمامة يعني تفجير المنازل تشريد الناس انتهاك الأعراض انتهاك الحقوق هذا هذا البؤس بكل ما تعني الكلمة معنا حتى أنه يعني يعني كوجهة نظر شخصية أنا بالنسبة لي وكثير ربما شاطرني هذا المعنى كنا ننطلق ونقول أنه يعني اختصار فكرة الإمامة بثلاثة الكلمات التي اختصرت لنا مناهج الدراسة الفقر والجهل والمرض أنه هذا تعريف مضلل للغاية <applause> هناك ما هو أسوأ <applause> مضلل تماما وهناك ما هو أسوأ يعني وبالتالي هذا التاريخ يعني هذا التاريخ الذي اليوم يتمثل أمامنا هو جزء بسيط من هذا التعريف الـ 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 الواسع لمعنى الامامه لمعنى يعني هناك عام ابعاد لهذه الوسيله في التاريخ هناك إيه؟ ابعاد عقائديه وهناك ابعاد اجتماعيه وهناك ابعاد ايضا ثقافيه في ذهنيه وسلوك هذه الجماعات آه آه هذه الابعاد مثلا على سبيل المثال مثلا عندما تنطلقون الى قراءه مثلا كتاب سيره الامام الهادي لمحمد العلوي وهو ابن اخي آه الإمام الهادي يتحدث في سيرته كيف علق اليمنيين في المشانق وكيف دمر البيوت وهدم الجدران و... وشرد الناس وسب النساء وسب ويتكلم عنها بس... ويتكلم على, أنها شيء على... حميد. على... على اساس انه هذه الافعال هي منتهى الايمان المطلق ب... بحقيه القداسه الالهيه لهؤلاء القوم وانه ما يفعلونه هو امتثالا لاوامر الله يعني لدرجه ان ذهب احدهم ليقول حينما نهره او حينما استفسره أعاد الذين بجواره وهو احد الائمه لا أستحضرني اسمه ربما المتوكل على الله اسماعيل ساله احد علمائه او حاشيته ماذا يعني يعني ماذا ستقول لله حينما تلقاه؟ قال اخشى ان يسالني ماذا ابقيت لهم يعني اخشى ان تسالني يعني ان يسالني الله ماذا يبقى يعني هناك قناعه تامه بقدسيه هذا, هذا العمل او هذه قناعه وهو بالنسبه لهؤلاء القوم هو يتعبدون الله في تدمير خلقه وعبيده واهانتهم وايصال الناس الى هذا الى هذا الحال من من الرعب والى هذا الحال من الهمجيه وبالتالي انا باعتقادي انا الذي يستغرب الذي يستغربه هنا ان يستغرب الناس مثل هذه الافعال. هذه افعال منبثقه من قيم وسلوك ومعتقد هذه الجماعه وبالتالي تفجير المنازل، تفجير دور العباده، تفجير كل شيء هذا بالنسبه لهم هو ايمان واعتقاد بالنسبه لهم. اعتقاد سميه ما اعتقاد شيطاني واعتقاد المهم بالاخير هم ينطلقون من هذه الفكره ويسعون في تدمير كل شيء وبالتالي انا باعتقادي نحن كنا ربما ربما قيل ال الماضيه كان بحاجه الى ان يستذكر معاني وتفسير معنى الامامه لانه الامامه اصبح تعريف الـ 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 الاخوه في وزاره التعليم على مدى الخمسين سنه كان تعريفا مضللا للغايه يعني الجهل والفقر المرض قبلنا بالجهل والفقر المرض لكن اتى من هو اشد سوءا من الجهل والفقر والمرض لا يعني, يعني اتى من جعلنا نبحث في ملفاتهم وفي تاريخهم ليوضح لنا ما الذي كانوا يفعلونه بالضبط هم ارتكبوا كل شيء وبالتالي لا هذا ليس غريبا هناك تاريخ لكن الامانه نقولها ايضا يعني يعني مثلا على سبيل المثال حينما نستذكر اعلام التاريخ اليمني الذين دونوا لمثل هذه الافعال على سبيل المثال كتاب الاكليل ابو الحسن الهمداني كتاب الاكليل هل تسال احد اليمنيين اين ذهب هذا الكتاب لم يتساءل احد لماذا اختفى كتاب الكليل من من ذاكره وقواميس اليمنيين او من من كاتب اليمنيين لماذا ما الذي سرق كتاب الكليل؟ كتاب الكليل كان مدونه جزء جزءا تقريبا تقريبا هو 11 جزءا لم يبقى منه سوى ثلاثه اجزاء ولم يتم الحصول عليها حتى الان يعني هو مجرد معلومه موجوده لكن بالاخير نحن امام همجيه ليس فقط على على مستوى كتاب الكليل نحن نتحدث عن تاريخ كله تاريخ تم تزييفه تم نوع من العبث بالتاريخ وتحويل هؤلاء القوم باختزالهم على انهم الله وانهم القران وانهم الدستور وانهم كل شيء يعني ولا شيء بعدهم وبالتالي نحن بعد خمسين عام يعني في عصر الفيسبوك وتويتر والانترنت وكل هذا نعود ونتقابل مع هؤلاء مع هذه الجثث المحنطه هذه الهمجيه المجسده في هؤلاء الناس الذين لا لا يالون شيئا جهدا في ان يرتكبوا كل ما يمكن احد لاحد لا يتخيله بالتالي شيء طبيعي هم ينطلقون من هذه المعتقدات يعني ولازالت فتاويهم لديهم فتاوي تشيب منها الولدان فتاوي صريحة في تكفير الناس وتكفير الخصوم على سبيل المثال الإمام الهادي عندما قدم إلى اليمن لم يسمي اليمن أرض إسلامية كان يسميها أرض كفرية لماذا يسميها أرض كفرية؟ لأنه لو سماها أرض سماوية أرض إسلامية, إسلامية سيمنع يعني عنها كل بالضبط ما لكن سماها أرض كفرية واستحل دماء كل اليمنيين الامام القاسم الشهير هذا الذي له فتوى تقشعر من الابدان يعني حينما يقول انه حينما غزا اليمن الاسفل او اليمن ابوا والمناطق الجنوبيه يافع لم يغزها الا بفتوى دينيه وسماها بارشاد السامع الى جواز اخذ اموال الشوافع وبالتالي جند قبائل الشمال وحولها الى قطاع طرق وفيد و انطلق بهم ليغزو هذه المنطقه دعنا نعود عند هذه النقاط التاريخيه استاذ نبيل ولكن اسمح لنا ان ينضم الينا ايضا الاخ ابو صابر الابي وهو احد الذين فجرت الميليشيا منازلهم في السبرا بأب امس مساء الخير اخ ابو صابر ابو صابر هل تسمعني مساء الخير استاذ ابو صابر تسمعني استاذ ابو صابر؟ يبدو اننا فقدنا الاتصال سنحاول التواصل بك مره اخرى لنعرف حيثيات ما حدث بالامس وكما تحدث الاستاذ نبيل يعني لو تتبعنا في كل جريمه يقومون بها لن نستطيع مواكبه هذه الجرائم كنت تتحدث عن يعني تاريخ هذه الميليشيا بتفجير البيوت وتوقفت عند نقطه فتوى ابو القاسم الفتوى الامام القاسم كانت مم. واضحه وشهيره وهي محل جدل ايضا كانت في تلك الفتره حتى انه اختلفوا اثنان من الائمه حول هذه الفتوى و... و... وكان على نتيجة هذه الفتوى أنه قال له طبعا وتكررت أيضا المأساة أنه هذا كانت في القرن السابع على ما أذكر تكررت في بداية ثلاثينات القرن الماضي حينما غزا عبد الله الوزير غزا الحجرية ودمر بيوت وفجر بيوت بيت النعمان وبيت الكباب وتكرر نفس السيناريو حينما ساله الا تخشى الله في الناس قال اخشى ان يسالني الله على ماذا ابقيت لهم يعني كرر فتوى احد الائمه نحن امام سلسله من الاجرام سلسله من الاجرام متغلفه تحت ستار مذهبي وطائفي وعنصري لكن هي في الاخير في الحقيقه هي مجموعه سلوكيات اجراميه تتمثل بهذا الهيئه التي ما فتئات كل فترة وتعود وتختفي في اليمن نحن الآن أمام أبرز تقليل هذه الفكرة الكهنوتية الطاغوتية المتمثلة بنظرية الإمام الزيدية هذه الفكرة هي اليوم نحن حينما قبل سنة يعني ذاكرتنا لازالت طرية كنا نتحدث ونقول وأنا كنت أكتب يعني بكل وضوح أنه نحن أمام مرحلة عصية ومستعصية في الحالة اليمني ما لم ينتبه اليمنيون ويقفون سدا منيعا امام عوده هذه الميليشيات وامام عوده فكره الامامه الى اليمن فاننا سندفع ثمن غاليا وقلت واذكر اني كتبت بوستا في 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 صفحتي على الفيسبوك في حينما هجر هجر اصحاب دماج من دماج وقلت اليوم فتح ابواب الجحيم على اليمن قلتها هكذا لانه نحن نقرا التاريخ ونعرف ماذا تعني مثل هذه التحولات ومثل هذه الحركات وبالتالي من دماغ الى اليوم نحن امام سلسله من الكوارث التي لم تنتهي حتى الان لماذا؟ لأنه سمحنا بعودة هذه الأفيونة بأن تعود مرة أخرى لاحتكام ولتسير شؤون اليمنيين نحن الآن وطن مشرد ومدمر يتقرع ابناؤه مآسيه يوميا وبالتالي كل هذه المآسي هي ليست وليدة هذه اللحظة هو تراتب تاريخي متسلسل منذ الإمام الهادي حتى هذه اللحظة حتى عبد الملك الحوثي نحن أمام كارثة بكل ما تعني الكلمة معنا وبالتالي الآن ليس أمام اليمنيين سوى أن يقوموا رجل... قومة رجل واحد في أن يعني الحل الوحيد ليس فقط على مستوى سنعود سنعود الى نقطه الحلول استاذ نبيل ولكن قبل ذلك يعني برايك انت لماذا تفجير البيوت بالذات؟ يعني ما هي الفكره خلف ان يفجر منزل من يعادي؟ ما هي الدلاله على وجه الخصوص من وجهه رايك؟ هي دلالة متعدده ليست دلاله واحده لكن لها اكثر من مغزى المغزى الاول انه لا ننسى انه استبطان تاريخي او استذكار تاريخي لفكره تهديم وترويع الخصم باعتبار انه هذا نوع من القتال والجهاد المقدس بالنسبه لهم. النوع الاخر وهو ما يمكن استبطانه في هذه المرحله انه هم الان امام تراجع كبير. فقدوا كل الاوراق التي ممكن ان يلعبوا بها في المستوى المشهد السياسي والعسكري والامني. هذه الاوراق التي فقدوها الان على سبيل المثال لم يعد لديهم سوى هذه الفعاليه او هذه الـ 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 الوسيله لتدمير البيوت وارعاب الناس ومحاوله زرع نوع من الخوف في الاطراف الاخرى التي لا زالت يعني في مرحله بين المرحلتين لا هي مع المقاومه ولا هي مع الميليشيات وبالتالي هم من خلال هذه العمليات هو نوع من نشر الرعب وتحيد اكبر قدر ممكن اليمنيين لكن بالاخير انه اي دار يتهدد او يتهدم في اليمن ويتم تفكيره هو رسالة لكل اليمنيين وما وما أمسى بقارك سيمسي في دارك يعني ما أصبح في قارك سيمسي في دارك لأنه هذه هذه حقيقة الأمور أنه ما لم يقف اليمنيون ويتضامنوا في هذه المرحلة بكل شرائحهم وكل انتماءاتهم بما فيهم أبناء إقليم آزال الذين تجرعوا الويلات على امتداد الفترة الماضية ولا أحد ينتبه لهم ماذا حصل في أرحاب وماذا حصل في خمر وماذا حصل في عمران يعني هناك كوارث وبالتالي ، لأن اليمنيين لم يكونوا يعوا حقيقة ما, ما, ما تم في هذه المناطق آه تمت يعني آه عزلها في, في بعيدا عن الاعلام وتم العبث بهذه المناطق وبالتالي نحن اليوم ندفع الثمن ندفع ثمن صمتنا عما جرى في دماغ وما جرى في ارحاب وما جرى في عديد من هذه المناطق. طيب استاذ نبيل يعني هذه التصرفات بالتاكيد هي تعمق الشرخ الاجتماعي آه الموجود آه تزرع الاحقاد والضغائن آه بين المجتمع خاصه يعني لو كانوا الذين يفجرون هذه المنازل من نفس ابناء آه المنطقه آه ما هي تداعيات هذه التصرفات برايك مستقبلا لا شك انه في في نوع من الحساسيات التي تثيران مثل هذه الاعمال وهي حساسيات عميقه و و و وتساهم في ولا يمكن تجاوزها يعني ولا يمكن يعني. تجاوزها وتساهم في ثلم النسيج الاجتماعي الذي كان على وشك الالتئام مع ثوره 11 فبراير انه كان في نوع من اعاده المسارات واعاده الامور الى نصابها في مساله ايجاد إي 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 قاسم مشترك بين اليمنيين قادة الدوله ونظام القانون لكن للاسف الذي يحصل اليوم هو نوع من عملية يعني استخدام مثلا منطقة جغرافية معينة وادعاء هذه الجغرافية مغلقة على مذهب معين وأن هؤلاء ليسوا سواء عساكر وغرامة مع السيد وبالتالي هذا يكرر صورة سيئة لكن في الأخير أنا باعتقادي اليوم في عصر الانترنت وعصر التواصل الاجتماعي من الصعب جدا أن, أن, أن تسوق رؤية واضحة لما يجري مثلا انه ما الذين يحاربون مع عبد الملك الحوثي وهم اصحاب اقليم ليس من السهل تسويق مثل هذه الفكره اليوم في هناك وعي كبير جدا رغم حاله الارتباك التي نلمسها في شبكه التواصل الاجتماعي من قبل بعض الاطراف او بعض الافراد لكن في حقيقه الامر المستهدف هنا طرفان او اليمنيون كل كفكره عامه كدوله كفكره شعب وامه وهذه الطائفه التي تريد ان تتربع على عرش اليمنيين من خلال تدمير كل شيء وحكمهم بالنار، اما ان اقتلك او احكمك، هذه النظريه باعتقادي لم يعد لها وجود، واعتقادي ايضا انه كل هذه اخراج كل هذا السوء الذي لديهم هو ايضا عامل رئيسي وايجابي بالنسبه لاهميه تكريس من جحيم هذه التناقضات، تكريس اهميه وجود الدوله. أهمية أن ينطلق الجميع من أجل إيجاد الدولة والنظام والقانون لأنه لا حل مثل هذه الثنائيات أو مثل هذا التناحر أو مثل هذا الاقتلال إلا وجود دولة حينما انهارت شبه الدولة التي كانت موجودة قبل 21 سبتمبر انهار كل شيء وبالتالي الآن مطالب كل اليمنيين بكل اتجاهاتهم وكل جغرافيتهم وانتماءاتهم أن يعيدوا إلى مسار واحد وهو إيجاد الدولة وإيجاد الدولة البوابة الحقيقية لها هو القضاء على الانقلاب غير ذلك لا يمكن أن نذهب إلى إيجاد دولة في الحالة اليمنية ما لم يتم إيجاد القضاء على الانقلاب والقضاء على هذه النتوءات الطائفية التي عادت منذ يعني جولتها منذ خمسين بعد خمسين عاما من انكفائها وبالتالي هذه الحقيقة التي يجب أن يعيها اليمنيون اليوم. أن نكون كتلة واحدة نعم. وأن نحدد العدو ونحدد المنهاج والطريقة التي من خلالها استعادة حقوقنا وحرياتنا وكراماتنا طيب أستاذ نبيل يعني انضموا إلينا أيضاً في هذا الموضوع الأستاذ فيصل المجيدي المحامي لنجد ما هي الرؤية القانونية في هذا الموضوع مساء الخير أستاذ فيصل مساء النور استاذ التحيه المشاهدين اهلا بك استاذ فيصل، استاذ فيصل يعني بحسب علمك هل هناك توثيق لمثل هذه الجرائم التي يقوم تقوم بها الميليشيا تفجير البيوت الممنهجه يعني على طول البلاد وعرضها خاصه يعني منذ 2011 هل هناك من يقوم بمهمه هذا التوثيق؟ نعم اختي الكريمه يبدو لي انه مع كثره التفجيرات وعددها حقيقه بات التوثيق ربما لم يستطع الاحاطه بكثير من هذه التفجيرات، هناك اكثر من توثيق بعض المنظمات رصدت تقريبا تفجير ما يقارب ألف منزل، لكن المنظمه العربيه للحقوق ومقرها في لندن رصدت ما يقارب 400 منزل، التحالف ايضا رصد اعداد التحالف واقصد بذلك اليمني لرصد الانتهاكات انتهاكات الحوثي رصد ايضا اعداد كبيره وبالاسم طبعا نحن عندما نتحدث عن الرصد نتحدث عن انه مذكور وبالاسم نعم المنظمه العربيه استاذ فيصل هي حددت يعني منذ سبتمبر 2014 يعني ليس من قبل ذلك هذا الرقم انا <applause> انا اقول في هذه الاشكاليه حقيقه هي مرتبطه بثقافه قديمه مرصوده منذ دخول الهاتف كان يرى ان تفجير المنازل ربما سيعطي انطباع ب قطع الصله قطع صله المواطنين بالارض وان يبث العلاقه بين الارض والانسان لكن اعتقد ان هذا المنهج الذي ربما يجربه جربه الكيان الصهيوني بهذه يعني الطريقه وبهذا الاسلوب لعل الكيان الصهيوني وهي نحن نتحدث بحقائق ولا نتحدث من باب الاتهامات يلجا نعم. على الاقل بطريقه صوريه الى المحاكم لاستصدار الاوامر نعم استاذ مستد... تفضل أنا فضل. أقصد أن أن الكيان الصهيوني مع أنه كيان منفصل يسعى إلى اللجوء إلى المحاكم ولو بصورة آه يعني آه نظرية من الناحية الشكل آه يستصدر الأوامر بهدم منازل الفلسطينيين وإلا أن جماعة الحوثي حقيقة تفوقت على هذا الجانب وبالتالي لم تسعى حتى إلى ربما أستاذ فيصل لأن حقيقة. إسرائيل تجد في نفسها دولة ولكن الحوثي يجد في نفسه مجرد ميليشيا لم يستطع ان يعني يرتقي اكثر من ذلك، طيب استاذ فيصل هل هناك توصيف قانوني دولي لما يتم من مثل هذه الجرائم وعقوبات محدده ضد هذه الجرائم بالذات تفجير المنازل؟ بكل تاكيد انت تتحدثين عن جرائم على الاقل يمكن ان نطلق عليها جرائم ضد الانسانيه لانها حقيقه فيها اعتداء على المساكن بامور غير حربيه وفي ظل يعني على الاقل جوانب بدنيه بحث لم يكن لهؤلاء الناس عند قيام الميليشيا بتفجير هذه المنازل كانت تضم اسر وكانت فيها اهالي وبالتالي هو عمل ممنهج لا يقتضي الجانب العسكري ولا يدخل ضمن المعارك العسكريه وبالتالي يكون ضمن اما اللي انها جرائم ضد الانسانيه او ان تصنفها ضمن جرائم الحرب لانها اعتداء على مساكن مواطنين آه ليس فقط الصحراء ولكن يصل الى تفجيرها وبالتالي مثل هذه الاعمال يمكن ان تصنف من جرائم ضد وجرائم الحرب آه كون هذه الاشكاليه تحدث في ظل ان هذه الميليشيات وبالمناسبه تسمى سلطه امر واقع لانها تسعى وبادوات الدوله الى ان تكون آه آه يعني تظهر بمظهر الدوله لكنها تسيطر على امكانيه الدوله وهي في ذات الوقت مجرد عصابات آه وميليشيات لم ترتقي الى هذا المنطقة نعم، طيب استاذ فيصل لماذا نجد صمت دولي على آه هذه الجرائم بالذات؟ لم نجد اي بيانات تدين آه ما يحدث او اي آه يعني آه توضيح لهذه الانتهاكات الا آه يعني بعض المنظمات آه التي يعني اجتهدت في مثل هذا آه المجال. أستطيع أن أقول أن هناك منظمات ربما قامت بعمل لكن ليس بذلك المتوقع والمفترض والواجب عليها لأن مسألة الحقوق لا تتجزأ. هناك ثمة نفاق سياسي سيدتي الفاضلة في هذا الجانب من يسعى إلى خلط الجانب الحقوقي والسياسي وبالتالي التغني بالجارب بحيث أنه يستمر هذا الملف محل ضغط لكن الإشكالية أن هناك من يتحدث عن حقوق إلا في مسألة الميليشيا الحوثية وارتباطها بإيران ومن ثم الاتفاق النووي سيظل هو المحرك لكل العلاقات الدوليه في منطقه الشرق الاوسط ولا شك ان الملف اليمني يحتل جانب مهم من هذا الاساس ومن ثم فان بعض المنظمات ونقول الكل للاسف الشديد تنهج منهج العامل السياسي وماذا تستفيد منه الدول لتحريكها لهذه المنظمات الاشكاليه حقيقه قد تنبع الى للاسف الشديد من منظمات ربما تتبع هيئة الأمم المتحدة وهذه المنظمة تم اختراقها بشكل كبير من قبل دعيني أقول إماميين وإماميات لتوظيف العدد العدد كبير منهم في المنظمات التي تدار في اليمن وكذلك الاعتماد عليهم في رفع التقارير وبالتالي هذه المنظمات التي استطيع ان اقول انها منظمه الحقيبه منظمه اللابتوب تقوم برفع أو تكبير الانتهاكات التي تصدر مثلا من التحالف ومن قوى الشرعية لا. ونحن هنا لا ندافع عن أي انتهاكات لكن في المقابل الجرائم الجسيمة والكبيرة والمخالفة للقانون الدولي منها اقتحام المنازل وتشريد الأسر وتسجير مثلا في صعده تم تسجير منازل داخلها أطفال ونساء مثل هذه الوقائع التي تشيب لأولياء آه يشيب لا. البلدان الوزن لم يتم حقيقة تسليط الضوء عليها وبالتالي هي إشكالية كبيرة ينبغي على المنظمات الدوليه وبالتحديد مفوضيه حقوق الانسان مراجعه تقاريرها بهذا الشان. اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ فيصل المجيدي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض يعني استاذنك استاذ نبيل وكذلك أستاذ المشاهدين نذهب لهذا الفاصل ثم نعود اليكم. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد منذ نهاية 2011 والمد الحوثي يبتلع كل من وقف أمامه وكلما مر من محافظة لابد من أن يضع بصماته السيئة على نفوس ساكنها فكان لكل محافظة نصيب من حزن لقتلى أو معتقلين أو منازل مفجرة في هذه المادة نستعرض مشاهدينا أبرز المحافظات التي تم فيها تفجير تفجير المنازل من قبل ميليشيا الحوثي. عودة إليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل يعني كان يتحدث الأستاذ فيصل عن وجود تغافل دولي رغم نشاط بعض المنظمات حول هذا الأمر ولكن هناك يعني لا أدري كيف يمكن توصيفه هذه الجرائم التي كلما مر الحوثي من المحافظة قام بتفجير مجموعة من المنازل برأيك لماذا لا يرى العالم أن هذه الجرائم تستحق أن يحاكم مرتكبوها محاكمة دولية وأن أيضا يوقفوا عند حدهم أولا لا ننسى أن السياق اليمني هو ليس بمعزل عن سياق ما يسمى بثورات الربيع العربي واعتبار أن جماعة الحوثي واحدة من الانتروفيليشن يمكن تسميتها من المضادات للثورة جماعة سميت في إطار وظيفي أو استخدمت في إطار وظيفي للقضاء على ثورة إحدى ثورات الربيع العربية الأكثر سلمية ومدنية وهي الثورة اليمنية وبالتالي باعتقادي أيضا أن كثير من المنظمات تورطت في ما يسمى ب أو ربما في بتقاريرها أشبه باستخدام العدسة المحدبة التي تصغر الأمور التي أوه. تم ارتكابها من قبل هذه الجماعات وبالتالي هذا الذي حدث أيضا هو لا يعفينا من مسؤولية أنه في إشكالية في مسألة التوثيق الدقيق لكل ما يتم ووجود أيضا منظمات غير فاعلة فيما يتعلق بمتابعة مثل هذه الأفعال الكارثية ومحاولة تدوينها وتسجيلها وتوثيق كل شيء باعتبار أن هذه الجرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكل معلومة ستكون مفيدة في المرحلة القادمة باعتبار أنه سيطرح كل ما تعرض له اليمنيون كواحدة من الإدانات والقضايا التي يجب أن تحاسب فيها الجميع لأنه إشكالية ما يحدث الآن أيضا هو ارتدادات وانعكاسات لكثير من الإخفاقات التي حصلت فيما يتعلق بمسألة اللجوء إلى الحصانة التي منح فيها القتلة في 11 قتلت 11 فبراير وثوار 11 فبراير ايضا انه الان في نوع ايضا من رده الفعل غير الغير مبرره من قبل بعض المنظمات التي من مهامها الاساسيه ان توثق وتدون كل ما يتم وبالتالي بالنسبه للمجتمع الدولي ونظرته لجماعه الحوثي كما قلنا هي جماعه وظيفيه وهذه الجماعات الوظيفيه تستخدم في اطار استراتيجيه دوليه وبروباغندا اعلاميه دوليه ايضا واضحه فيما يتعلق ب استخدام كل هذه الاطراف في تصفيه حسابات مع ثوره الربيع العربي بكل مستوياتها السلميه والمدنيه والعسكريه نحن امام حقيقه لا يمكن احد ان يغفلها بالنظر الى كثير من التقارير التي تصدر عن هذه المنظمات فيما يتعلق بالحاله اليمنيه على سبيل المثال التقرير الذي صدر عن مبعوث الامم الذي زار تعز قبل قبل ايام التقرير مقافي للحقيقه رغم ان التقرير صادر عن شخص زار المدينه و و وشاهد بام عينيه كل لكنه لم, لم يعني تستمر زيارته سوى ساعتين يعني لن يعني لم تكن دقيقه بذلك التوصيف الذي يمكن ان يخرج به تقرير بالضبط يعني يعني ما, وك... ما الذي صنع خلال ساعتين خلال ساعتين هو ذهب وشاهد اسطوانات الغاز وهي تحمل في المنافذ لدخالها الى الى في حاله نوع حتى ذلك اليوم في تلك الساعتين نعم فتحت يعني فكان يعني هناك تساؤل حول حقيقه يعني استخدام هذه المنظمات في مثل هذه المرحله ومثل هذه الحاله انه في نوع من, من من استخدام هذه المنظمات الدوليه في اطار شرعنه واقع اجرامي بكل ما تعني الكلمه معنا وبالتالي نحن يجب الا نركن كثيرا على المنظمات الدوليه أه وانا اعزز ما ذكر ما ذهب اليه الزميل فيصل المجيدي فيما يتعلق به أه هناك اختراقات كبيره لهذه المنظمات اختراقات على مستوى المترجمين او على مستوى الراصدين او مدراء البرامج والمشاريع في اشتغال يعني هذه نتيجه اشتغال خمسين الى عام من من اعاده من الثورة المضادة الثورة المضادة الحقيقية لثورة 26 سبتمبر باعتبار أن 11 فبراير كما أسميها انا هي ثورة على هامش ثورة 26 سبتمبر وبالتالي نحن أمام مشروع مضاد منذ صبيحة من سبتمبر وحتى إسقاط صنعاء في 21 سبتمبر 2014 هذه الحقيقة التي يجب أن ندركها ونجب أن 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 نعيد درس جيدا في هذه المرحلة لاستعادة ما فقدناه من وطن من خلال اشتغال جيد ودقيق في كل المستويات المدنية والمنظماتية والسياسية والثقافية نحن أمام مشروع متقدر في اليمن دمر الإنسان وحطم حضارته وهو ليس وليد فقط الخمسين سنة الماضية هو مشروع ربما يعد الأكبر عمرا من كل المشاريع الثقافية والسياسية التي عاصرت الجزيرة أو اليمن تحديدا على امتداد 1200 سنة طيب أستاذ نبيل يعني أنت قلت أنه يجب الا نركن على منظمات خارجيه الحوثيون مستمرون في جرائمهم وهم يثقون ان لا رقيب ولا حسيب على هذه الجرائم اذا على من سيركن المواطن البسيط اذا الحكومه غير الشرعيه غير موجوده معه على الارض لتدافع عنه المنظمات الدوليه لن تقدم ولن تؤخر معه ان فتح فمه فمصيره كمصير سابقي فيعني في نهايه الامر ايوه ايضا لا ننسى انه الان يجب ان يكون هناك يعني بعد عام من الحرب والاقتتال لم يعد امام اليمنيين من مشروع سوى مشروع المقاومه مشروع المقاومه هو المشروع والمعادل هو لموضوع لكل هذه اللامقية الموجوده انه بدون المقاومه بدون روح وقدوة المقاومه نحن سنداس وستنتهك كرامتنا وسيستشري هذا المرض ولن يسلم من واحد وبالتالي مشروع المقاومه هو المشروع الوحيد الحتمي الذي يجب ان ينطلق اليه جميع اليمنيين، بغض النظر عن افراطات وعن فشل واخفاقات السلطه الشرعيه وايضا فشل وعدم ولا مبالاه قوى التحالف العربية فيما يتعلق بهذه الجرائم، نحن اليمنيون المعنيين بهذا الجرح وبالتئام هذا الجرح وبالدفاع عن هذا الجرح، وبالتالي كبرياؤنا هي هي المعنيه اولا واخيرا، لانه جزء مما يحصل ايضا هو نوع من ايجاد نوع من 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 شق الصف اليمني من جاد نوع من الكيان الكبير الهلامي الذي يوصف بانه محايد ويجب ان لا يقترب وتصوير المعركه على انها بين اطراف محدده ومتصالحه لا دخل للاخرين بها هي معركه متكامله معركه من منظومه متكامله اليمنيون شعبا بحثا عن الدوله وهذه الجماعات والعصابات الإجرامية المذهبية التي تريد أن تحكم الناس بالحديد والنار. نعم. هذا المشروع هو مشروع المقاومة الذي يجب أن يكون رديف لكل تحركاتنا نعم. في هذه المرحلة. آه، إذن ينضم معنا أيضاً أستاذ نبيل أستاذ آه، فهد الشرفي الناشط السياسي من الرياض مساء الخير أستاذ فهد. أهلاً. أهلاً بك أستاذ فهد يعني آه، ربما أنت أنت مطلع كثيراً على ما على جرائم الحوثيين. نعم أسمعك جيدا أستاذ فهد تسمعني؟ أسمعك أيوه. أيوه طيب أستاذ فهد يعني الحوثيون بدأوا مسيرة التفجيرات من صعدة يلا على رب أستاذ فهد أسمعك جيدا إذا تمام الحوثيون بدأوا مسيرة هذه التفجيرات أستاذ فهد من من صعدة وربما أنت كنت يعني مطلع على مثل هذه الجرائم حدثنا عن بداية هذه المسيرة السيئة فقدنا الاتصال اذا يؤسفنا ذلك استاذ ربما كنت ستطلعنا على تفاصيل معينه عن هذا الموضوع هناك مشكله في الاتصالات كما يبدو لي اذا عود اليك استاذ نبيل كنا نتحدث عند هذه النقطه التي انه لابد على اليمني ان يقف على قدميه وان يقاوم ربما انا ساتطوع واجيب بهذا الشق من عن... السؤال عن الاخطاء لانه <applause> الاخ فهد إحدى ضحايا هذه الميليشيات نعم. هو من مديريه حرف سفيان واذكر هذا الشخص منذ تلك الايام التي وهو يناضل يناضل نعم دخلت الميليشيات الى مديريتهم ودمرت وهدمت بيوتهم ومساكنتهم وهم مشردين الان وعرفته مشردا في صنعاء وكان يحضر ندوات عديده في هذا الشان وكان يعني صاحب حرقه ونضال عجيب في مساله التحذير من هذه الميليشيات اليوم ما الذي يحدث يعني في اطار هذا الذي يجري انه لم نسمع لتحذيرات هؤلاء الناس الذين عاشوا الذين هذا عاشوا هذا الالم في صعداء وفي عمران وفي هذه المناطق، وبالتالي انتقل هذا الوباء واستشرى وانتقل الى كل المحافظات اليمنيه، بالتالي اليوم ما هو المشروع البديل؟ كيف نستعيد او او نخرج من من كارثه هذا الوباء او هذه الجائحه ان صح التعبير؟ هو أن يتضامن اليمنيون مع أنفسهم. يبدو لي أن الأستاذ فهد عاد معنا، أستاذ فهد مساء الخير. أستاذ فهد هل تسمعني؟ مرحبا. مرحبا بك أستاذ فهد يعني نعم، كان الأستاذ نبيل يعني قد بدأ يتحدث بالنيابة عنك بأنك من الأشخاص الذين عايشوا هذه الجرائم وربما يعني ضمن من تأثروا تأثير مباشر من جرائم الحوثيين، تفضل أستاذ فهد. إذا يبدو أن هناك مشكلة حقيقية في الاتصالات العف منكم مشاهدينا الكرام ومنك أيضا أستاذ فهد أعود إليك أستاذ نبيل تفضل كما قلت أنه ليس أمامنا من حل الآن سوى أن نتوارى خلف مشروع المقاومة هذا المشروع الذي سيستعيد كرامتنا طب عند هذه النقطة اسمح لي أستاذ يعني ما حدث بالأمس من تفجير لسبعة منازل لمواطنين في إب إب التي حيدت بقدر نعم. المستطاع نعم. عن الصراع ربما المواطن البسيط في أب هي تعتبر من المناطق التي ليست مسلحة ليست منطقة كثيرا مواجهة. يعني أو ليست مناطق مواجهة حين نتحدث عن مقاومة الأضعف هل يستطيع أن يقاوم الأقوام من لديه السلاح من لديه الإمكانيات من لديه السلطة المقاومة أولا وأخيرا هي مشروع كرامة وباعتقادي أن المقاومة أيضاً يعني حتى لا نكون يعني مصدرين لكلام في الهواء فعلاً المقاومة هي مشروع كرامة وهذا مشروع الكرامة يحتاج إلى نوع من المساندة ونوع من التخطيط والموضوعية فيما في تقدير عواقب ما سيحصل أيضاً إنه يجب الا تدخل اي منطقه في حروب مع هذه الجماعات ما لم تكن مستعده معا. لانه ستكون التضحيات كبيره, كبيرة. ونحن لا يجب ان ندفع الناس الى ان 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 يجازفوا أن أن يكونوا في مشروع انتحاري في اطار آه هذا يعني آه عدم او اختلال المعادله لصالح هذه الميليشيات لكن اليوم باعتقادي انه يعني مقارنه قبل قبل عام من الان حينما سيطرت الميليشيات على كل شيء نحن اليوم في موقع أفضل وأحسن بكثير. اليوم نحن توجد معنا حكومة شرعية في عدن استعيدت أراضي كثيرة من أراضي الجمهورية اليمنية. أيضاً لا يبقى الإشكالية الخطيرة والكبيرة هو إنه ماذا قدمت الحكومة الشرعية لهذه المقاومة؟ أنا باعتقادي أن الحكومة الشرعية لم تقدم شيئا حتى. وهذا لا. ربما ما سيؤخر كثير من. الشباب الذين يعني انفجر منزله فسي يعني نعم. يضطر للصمت يعني الجانب الاخر ايضا انه قوه التحالف العربي يجب ان تتحمل مسؤوليه كبيره في هذا الاطار انه قوه التحالف العربي على امتداد 19 وهي مركزه على الجهد العملياتي القوي دون وجود خارطه حقيقيه لمساله المواجهه حتى أختلت الداخل حتى في الفتره الاخيره يعني اصبحت اصبح هناك نوع من العبثيه في استخدام هذه القوى لاهدافها الغير واضحه هي ايضا منازل واصبحت ايضا تتورط ايضا في مثل هذا الواقع لكن دعني اكون صريحا في هذا الجانب انه يجب ان تكون انه لن تفلح قوات التحالف العربي في حسم المعركه في اليمن دون وجود خريطه حقيقيه للقوى الفاعله والقادره على ازاحه المشهد ازاحه الميليشيات الانقلابيه من المشهد هل ما هل هل زالت اليمن تحتمل خريطه جديده لصراع جديد هي موجوده الخريطه موجوده ليس هناك مجال للبحث و... و... واستزراع قوى جديدة هناك قوى حقيقية فاعلة في المشهد قوة الثورة قوة، كل قوى المؤيدة لثورة لثورة 11 فبراير هي القوى القادرة على استعادة المشهد لكن أن يأتي التحالف العربي مثلا ويستعيد قوى كانت تورطت في اسقاط العاصمه وتورطت ايضا في 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 هذه الثوره المرضاده وتورطت في الارتباط باحضان الميليشيات الايرانيه والمشروع الايراني ليجي، لياتي بعد ذلك قوى التحالف العربي في نوع من ايجاد نوع من التوازنات انا باعتقادي انه اي فشل لن تكون عواقبه وخيمه فقط على اليمنيين، بل ستكون عواقبه وخيمه على المنطقه كلها. اليوم المشروع القتال في اليمن هو قتال واضح بين المشروع العربي، مشروع الكرامه العربيه، والمشروع الايراني بالدعم الغربي. وبالتالي على على التحالف العربي ان يدرك هذه الحقيقه، واي نوع من الابطاء، واي نوع من الاشتغال على خارج اطار ايجاد القوى ودعم القوى المسانده لايجاد دوله حقيقيه في اليمن هو اشتغال عبثي لا طائل منه واشتغال مقدمته ستؤدي الى فشل واضح. التحالف العربي مطالب اليوم باعاده ترتيب صفوفه او اعاده ترتيب رؤيته وايجاد القوى الاسناد ودعم القوى الحقيقيه التي على الارض الموجوده على الارض التي القوى التي تتخندق وراء مساله ايجاد دوله في اليمن. الذهاب الى اي مشاريع صغيره في اطار او تحت شعار التحالف العربي واستعاده النظام في اليمن وايجاد قوى خارج اطار هذا المستوى باعتقادي انها ستكون كارثه اعنف من الكارثه التي نعم. وقعنا فيها منذ سقوط صنعاء. لا سمح الله شكرا جزيلا لك استاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه.